دوري المصري. ده ياخدنا بطبيعه الحال ان احنا نقف بقى المره دي عند الاتحاد المصري لكره القدم، الجهه اللي المفروض ان احنا كلنا متشعبطين فيها لحفاظنا على حقوقنا، الجهه والكيان اللي المفروض بيشكل مرجعيه لاي فريق او حتى اي لاعب بشكل فردي متضرر من امر ما. لما تكون دي مرجعيتنا بتاعتها ودي الطريقه اللي بتدير من خلالها الامور، هل ده شيء طيب؟ هل ده شيء يستحق ان احنا نفتح بخصوصه تحقيق ولا نعمل ايه؟ لان لا هو كواليتي المشاكل اللي كابتن فتحي ساعات في بعض الاحيان الواحد بيبقى واقف مش عارف يودي على فين؟ فاهم؟ اه والله العظيم منين يودي على فين؟ مش فاهم القصه دي اصلا ازاي حاصله؟ يعني ايه ان يتقال ناهيك عن انه يطلع حقيقي، يعني ايه ان يتقال ان في شخص ما مسؤول ما معناه بين قوسين كمر خطاب معين كان المفروض يتم عرضه على الملأ لأمام الجميع، يعني ايه كده؟ انا في تصوري وفي تخيلي يمكن هي ما تكونش بالصوره دي، هي ممكن تكون خطأ وحاولوا انهم يتداركوا الخطأ فبانت الصوره بالشكل دي، يعني ان هو كان مفروض من الاتحاد المصري انه يدعو، يعني بيجتمع ويقول يا جماعه ده في اجتماع في دعوه ان للاتحادات كلها الاتحادات الاهليه انها تستضيف البطولات ويفند الخمس بطولات اللي هو هيعملهم او السبعه، وبالتالي نختار ايه، فيضطر يبعثوا لوزاره الشباب وزاره الشباب تبعث وبعد كده هم يبعثوا الاتحاد. طب لو احنا اللي ما اخترناش ليه؟ واحنا بنتكلم على بطوله عارفين من اولها ان احنا المفترض ان احنا ان شاء الله هنوصل للنهائي. هم يعني للاسف بقى هم ما اختاروش، او هنا حصل خطا ان لم يتم دعوه مجلس اداره الاتحاد المصري لمناقشه هذا الموضوع، وبالتالي لم يتم ارسال الخطاب، وبالتالي سقط. يقول لك ده خطا، هو مش خطا، يعني هو نقول قله خبره او قله، يعني مش عايز اقول يعني كلام صعب او كلام يبقى كده قاسي، لكن انا بقول فعلا قله خبره اداريه في هذا الموقف هي اللي سقطتهم في هذا الموضوع. كويس. طيب